اللهم يا عادم سلطان، يا قادم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا حفي اللدف، يا جميلا صنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن صحابته أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ركا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فرد، ويا مغني كل فكير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتوسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد وحرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدراتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفاتح إلى روح حسوسهم سيدنا الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن الشقاف، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.